One of the factors by that is that the shaftal and their approach, lower AC circuits. The shaftal current between AC with DC. DC, lower direct current, and the current out voltage, they are tied at a time. Direction down 7, with the degree without the variation of time. FLAC out alternating current. In general, the current book in direction without time. By definition, I have a meter. وجواها الانترنال ريزيستنس او وصلته اكسترنال ريزيستنس
Why is our population favorite color to read and vote? Still, in the vote, سابق الكلر يعني وجود الريزيستنس ما بيغيرش البروبرتي وجود الريزيستنس ما بيغيرش البروبرتي وما ايه اللي بيحصل بيغير في قيمه فاي وجود الريزيستنس بس بيغير في قيمه فاي يبقى في حاله لو انت عندك كويس بتوصل معاه ريزيستنس الفولت هيبقى سابق الكلر بس ذاته بزاويه اقل من 90 درجه يعني حسب القيمة الأكبر.
طيب انا عايز اجيب الانجل فاي وعايز اعرف العلاقه بين الفولت والكاونت. عايز اجيب قيمه او ريليشن الانجل فاي، عايز اجيب علاقه الانجل فاي وعايز اجيب الريليشن بين الفولت وبين الكاونت. اول حاجه الفاي، تاني فاي بتساوي ايه؟ تان فاي، تان فاي بيساوي الاوبوزيت على الادجيسنت، الاوبوزيت اللي هو مين؟ في ال ماينس بي سي، في ال ماينس بي سي اوفر في ار، في ال ماينس بي سي اوفر في ار. كنا خدنا المره اللي فاتت ان الفي ار بتساوي ار في اي، وقلنا ده مين؟ اومز لو. واخدنا ان الفي ال بتساوي اكس ال من ار الاكس ال. دي الانالوجي بتاعت الريزيستنس، سميناها رياكتنس. وليه ما سميناهاش ريزيستنس؟ لان الريزيستنس الكارنت والفولت لازم يكونوا ان فيز، الرياكتنس الكارنت والفولت لازم يكونوا اوت اوف فيز باي 90 ديجريز، لازم تبقى الانجل بينهم 90 ديجريز. والبي سي بتساوي اكس سي الكارنت. نعوض الثلاثه دول فوق، واعتقد ان احنا ممكن نلغي الكارنت. هتبقى 10 فاي، 10 فاي بتساوي اكس ال ماينس اكس سي اوفر ار. وده جنرال نو للفولت، حساب الفولت. واضح من الايكويشن دي لو الاكس ال اكبر من اكس سي ساعتها الفاي بوزيتيف. بوزيتيف يعني الفولت سابق الكرنت. يبقى دي من خواص الكويل. ولو الاكس سي هو الاكبر من اكس ال ساعتها الفاي نيجاتيف. لما تبقى التان فاي نيجاتيف يبقى الفاي نيجاتيف. ساعتها ان الكرنت هو اللي سابق الفولت، وده من خواص الكاباسيتور. دي الريليشن برضه احسن منها الانجل فاي. فاي دي اللي هي الفيز انجل بتوين الكرنت اند فولتج. طب لو انا عايز اجيب الريليشن بين التوتال كرنت وبين التوتال فولتج اللي هو السبلاي فولتج، اجيبه ازاي؟ بايثاغورس بي ده بيساوي ايه؟ ده سكوير بلس ده سكوير. بي سبلاي او بي توتال بتساوي سكوير روت بي ار سكوير بلس بي ال ماينس بي سي اول سكوير. بي ار الفا ار، بي ال اي اكس ال، بي سي اي اكس سي. ممكن اخد الاي كومون فاكتور، البي بيساوي اي سكوير روت ار سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي اول سكوير. لو انا خليتها في صورة فولت على كرنت، يبقى اللي تحت الروت ده اليونتس بتاعته ايه؟ اوم. اوم، طب ينفع اسميها ريزيستنس؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الكرنت والفولت الانجل بينهم از نوت ايكوال تو زيرو. طب ينفع اسميها رياكتنس؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الانجل بين الفولت والكرنت از نوت ايكوال تو 90 او نيجاتيف 90. فبنسميها ان جنرال امبيدنس. امبيدنس برضه اليونتس بتاعتها اوم. دي الجنرال. يعني الزد دي هي دي الجنرال. ينفع يبقى الار او ينفع الزد ايكوال ار لما الفاي ب 0، وينفع يبقى الزد ايكوال اكس لما الفاي ب 90، وينفع يبقى لا الار ولا الاكس لما تبقى اي زاويه. فبنسمي ده زد، فبنقول ان البي بتساوي ار في زد. هو ده الجنرال لو، هو دي الريليشن اللي بتربط بين التوتال فولتج وبين التوتال كارنت او السبلاي فولتج والسبلاي كارنت، حيث الزد هي الامبيدنس بتساوي الجذر التربيعي ار تربيع بلس اكس ال ماينس اكس سي اون. دي اليونتس بتاعتها اوم. يبقى ممكن اطلب منك الدايمنشنز بتاعت الامبيدنس، هي نفس الدايمنشنز بتاعت الريزيستنس، هي فولت على كرنت. از هوم ورك درب ايدك كده انك تحاول تجيب الدايمنشنز، افتكر اليونتس والدايمنشنز. كنا وقفنا عند كده المره اللي فاتت، وكنا هنبدا في الافريج باور. انا عايز احسب الافريج باور اللي انا اوريدي حسبته او بدات بيه الليكشر اللي فاتت، صح؟ كنا وصلنا الفورمولا اللي هي كان ايه؟ حد فاكر؟ حد فاكر الافريج باور كان بيساوي ايه؟ هاي ماكسيموم. بص بص، هاي ماكسيموم في ماكسيموم. دي افريج، الافريج باور كان بيساوي هاف
مكسب ممكن اكتبها واحد على روت 2 اي الهاف دي مش ممكن اكتبها كده واحد على روت 2 اي ماكسيمم واحد على روت 2 بي ماكسيمم هل انا عملت حاجه غلط واحد على روت 2 تايمز واحد على روت 2 اليمين هاف صح ولا لا واحد على روت 2 اي ماكسيمم ده مين ده الاي ار ام اس واحد على روت 2 بي ماكسيمم ده مين ده البي ار ام اس خلاص الكلام ده في حاله الريزيستنس يعني المعادله دي فقط لما تبقى الانجل سوري لما تبقى السيركت كلها ريزيستنس ترجع اللي هي نص اي ماكس نص في ماكس اما الجنرال لو للباور مش ده الجنرال لو هجيبه لك كمان شويه اجين الايكويشن دي بستخدمها فقط لما تبقى السيركت كلها ريزيستنس اما ايه الجنرال لو لو عندي سيركت زي كده فيها ريزيستنس وكوين وكاباستور الافريج باور بتساوي ايه؟ الافريج باور هي الكونسيوم باور في الريزيستنس خلي بالك انا في عندي باور بتروح في الريزيستنس في عندي باور بتروح في الكوين في عندي باور بتروح في الكاباستور الاكتف باور او الافريج باور اللي انا بستفيد بيها هي الباور اللي بتروح فين في الريزيستنس دي اللي بتساوي اي سكوير في الار الافريج باور دي افريج بتساوي يا اما تقول نص يا اما تساوي نص اي ماكسيمم سكوير في الار او نفس الطريقه ممكن نقول ايه؟ هي بتساوي اي ماكسيمم اوفر روت 2 اول سكوير في الار واي ماكسيمم اوفر روت 2 لو دي اي ار ام اس ده بيساوي اي سكوير ار ام اس في الار دي الجنرال لو اللي تنفع لاي سيركت طيب ده انا ممكن اوصلها لحاجه ثانيه. اي ماكس نون سكوير، سوري اي ار اس سكوير، مش ممكن اكتبها اي في ار اي في ار؟ اكتبها كده اي ار ام اس في اي ار ام اس في الار. هل انا عملت حاجه غلط؟ طيب الاي ار ام اس مش ده الفولت على الزد؟ اي ار ام اس مش ده الفولت ار ام اس على الزد؟ صح ولا لا؟ ممكن اشيل اي ار احط مكانها في على زد. يبقى الافريج باور بتساوي اي ار ام اس اهي. فشيل الثانيه دي وحط مكانها في ار ام اس اوفر زد او اكتبها ار اوفر زد. لغايه دلوقتي في مشكلة؟ R على زد ده بكام؟ R أوفر زد كوزاين فاي جت منين؟ بس ما انكسحت ما انكسحت ده كان الكلام اللي هو في R وده كان في صمار في توتال وده في L ماينس في سي ودي كانت الفار كوزاين فاي اللي هو الادجيسنت عن هايبوتكس كوزاين فاي بتساوي ادجيسنت اللي هو في ار والهايبوتكس اللي هو في في ار مش اي في ار وفي زد اي مش اي في زد الاي الشكل اللي من فوق تحت هو نفس الار اوفر زد يبقى انا ممكن اشيل ار اوفر زد واحط مكانها ايه؟ كوزاين فاي هيطلع الجنرال لو افريج باور بتساوي اي ار ام اس في ار ام اس كوزاين دي الجنرال لو تعال نقارن بين الايكويشن دي وبين الايكويشن دي امتى الاثنين ايكوال؟ لما الفايت كام؟ زيرو كوزاين زيرو 1 عشان كده دي كانت فقط حالة ايه؟ ريزيستيف نتورك ده فوق ريزيستيف نتورك ده الدايرة كلها ريزيستنس ودي الجنرال دي الجنرال ايكويشن الافريج باور بتساوي اي ار ام اس في ار ام اس كوزاين فاي كوزاين فاي على بعض احنا عرفنا الفاي الفاي ايه؟ فيز جنبي
الرجالة الكل فولتج كوزاين صار 4 بنسميها باور فاكتور. كوزاين صار بنسميها معامل الباور، الباور فاكتور. كوزاين صار بالنسبة للباور فاكتور وليس لها يونتس ولا دايمنشنز. بس هو دلوقتي اي جاي منه ده بتاع فرق الطريقه على الاول فين؟ اول السطر اللي فوق ده؟ ده؟ يرجع للدي ده؟ طيب اي ده؟ ايش فيها على الزر؟ ماشي فيها على الزر؟ اوكي خطوات حل اي مساله؟ اول حاجه بحسبها خطوات الحل اول حاجه بحسبها بجيب اكس ال و اكس سي. ستيبس اوف سوليوشن. واحد بنحسب اكس ال اللي هي ايكوال اوميجا ال واكس سي اللي هي 1 اوفر اوميجا سي. ده هو الحل. تاني حاجه بنحسب زد اللي هي سكوير رول هاف سكوير بلس اكس ال ماينس اكس سي هول سكوير. تالت حاجة بنحسب الكارت اي اللي هو في اوفر زد. رابع حاجة بنحسب الباور او الافريج باور او الاكتف باور كلها نفس المعنى. يقول لك الاكتف باور او الافريج باور كلها نفس المعنى اللي هي اي في في كوساين. عايزين نتفق على حاجة لما بكتب الـ I أو الـ V بدون suffix يبقى هي الهارفس. لو أنا عايز الماكسيموم أكتب I ماكسيموم أو I نوت أو I بيك. الـ بيك فاليو أو الماكسيموم فاليو كلها نفس المعنى. أوكي؟ تعال ناخد إكزامبل نشوف إزاي بنتطبق الـ الستابس دي تتحل. حد معاه كتاب فيزيكس؟ كتاب. مفيش خالص طبعا. Oh,
والاكس ام 63. بعد كده بنحسب الزد الامبيدنس. الامبيدنس الزد بيساوي ايه؟ قياس التربيع. طبعا انت بتكتب القانون، انا عشان كاتبه هعوض دايركت. الارض كام؟ 20 سكوير بلس اكس ال 63 ناقص 32 مول سكوير هيطلع 37 مول. صبر يا اطفال، 37 مول. نمبر 3 نمبر 3 ستيب نمبر 3 ستيب نمبر 3 الكلام. الكلام بتساوي فيه على زد اي بتساوي فيه على زد. لو هو مديني الدي ماكسيموم يبقى ده مين؟ الهاي ماكسيموم. ولو هو مديني الار ام اس يبقى ده مين؟ الار ام اس. ممكن السؤال يقول لك كالكوليت الماكسيموم كام؟ يبقى اول حاجه بحسب مين؟ الار ام اس، بعد كده منه اجيب الماكسيموم عشان احول من الار ام اس للماكسيموم اعمل ايه؟ اضرب في روت 2. اضرب في روت 2 ده بيساوي بي لو 220 على 37 220 على 37 5.94 5.94. بعد كده طالب منك الباور فاكتور. الباور فاكتور اللي هو مين؟ كوزاين فاي اللي يقام على زد. باور فاكتور بتساوي باور على زد. ار بكام؟ ار 20 وزد 37. مش عارف هو حسبها ولا لا، مش حسبها. لا لا 4.54. اخر حاجه طالب الافرج باور دي افرج بتساوي اي ار ام اس اللي انا اوريدي طلعته بكام؟ 5.94 في ار ام اس اللي هو موجود 22 وزاين فاي 2.52. هو في كلام ليه؟ اكزام بتساعد ما كانش لازم ناخده. هيطلع قبل صور 707.1 407.28. صعب الكلام ده؟ طيب اخر حاجه في الشابتر ده بلاحظ ان الامبيدنس فانكشن في الفريكونسي. الامبيدنس فانكشن في الفريكونسي، يعني كل ما بغير الفريكونسي بتاع السورس الفي ما بيتغيرش. مين اللي بيتغير؟ الامبيدنس. ولو الامبيدنس اتغيرت ايه اللي يحصل؟ الكرنت يتغير تاني. دي مهمه جدا. تاني امسح خلاص. اخر توبيك عندنا حاجه اسمها الريزونانس. الريزونانس اللي هو الرنين. يعني ايه الرنين؟ هي الفكره بتاعتها جايه منين؟ كلمه الرنين جايه منين؟ كانوا زمان بيعملوا اكسبيرمنت بيجيبوا تيونينج فورد. عارفين تيونينج فورد؟ الشوكه الرمان. ويجيبوا فاكيوم تيوب كلوزد فروم وان اند اند اوبن فروم ذا اذر، اللي هي الانبوبه الهوائيه تقريبا مغلقه من ناحيه ومفتوحه من الناحيه الثانيه، ويدخل الشوكه طبعا يضرب الشوكه بحيث انها يتفايبريت، ويدخل الشوكه في الفاكيوم تيوب ويفضل يغير في طول الفاكيوم تيوب لغايه ما يسمع صوت. ريزونانس، رنين، صوت، صفاره. امتى بتحصل الصفاره دي؟ لما يبقى الفريكونسي بتاع التيوبينج فور هو نفسه الناتشرال فريكونسي بتاع فاكيوم تيوب، الاثنين ليهم نفس الفريكونسي. فده ساعتها بنسمع رنين، كما المفروض بتتاخد في ثانوية عامة. داخل عمليه اتغيرت 5000 مره. كان زمان 20 سنة اللي طيب هي دي فكرة الترمة دي. فكرة الترمة دي. احنا خدنا نفس الكونسيبت. بس انا مفيش مش هنسمع صوت.
صوت مخانة. لسه مرة نينا؟ هي نفس الفكرة. هي الفكرة جت منين؟ جماعة الصوت، حتى لو عددكم قليل برضه تتكلموا، ده غلط. لازم تتعبوا بجد. كم ده بيحصل امتى؟ لما اوميجا ان بتساوي 1 على اوميجا
المينيمم بتساوي الار وعندها الفاي بتساوي كام؟ زيرو يبقى عند بيزنس زد مينيمم ايكوال ار زد ايكوال ار والفاي ايكوال زيرو ما هي قيمة الاوميجا اللي بيتحقق عندها ان الزد ايكوال ار تساوي اوميجا ال واحد على اوميجا زيرو يبقى اساميها اوميجا نوت اوميجا نوت ال ايكوال 1 اوفر اوميجا نوت سي هات اوميجا نوت من حياتي وتم من حياتي اوميجا نوت سكوير تساوي 1 اوفر 10 سي طب اوميجا نوت تساوي 1 على نوت 10 سي هو ده الانجلر فريكونسي اللي عنده بيحصل الريزونانس ريزونانس يعني مينيمم امبيدنس او الكارد بيبين لو احنا حبيت ارسم الكارد هترسم ازاي؟ العكس مش الار ايكوال في على زد الفي ده سالب يعني واحد على زد يبقى ترسم ازاي؟ هنا الكارد بيبين ده الار ار ام اس ماكسيموم اعلى قيمه للار للكارد يبقى هات ريسونس مع الوقت اللي عايز تعرفوها في ريسونس ان الامبيدنس بتبقى مينيمم اقل ما يمكن وبالزاوية الار ان الفولت بتاع الكباستور بيكنسل الفولت بتاع الكويل ان ده بيكنسل ده الفولت بتاع الكباستور بيكنسل الفولت بتاع الكويل وبالتالي التاني راجع تاني للريزستنت نتورك زاد مينيمم ايكوال ار والفاي ايكوال زيرو يعني رجع الكارنت والفولتج ان فيز ده الفولت وده الكارنت دراسه الفيز ديجرام عند الريزونانس وقيمة التانجولا فريكونسي 1 اوفر روت ال سي كده الحمد لله الكورس خلص تعال شوف الشيت الشيت وصل بعد بكره شيت ولا سكيت شيء صور معاك بعد بعد السوليوشن ولا السوليوشن مش هتكلم بعد الحد ده ولا بعد الحد مش كده كله بس اديك طيب تعالوا هو في كلام Thank you.
يبقى هي مكتوبة في الشباك، يبقى مكتوبة في الشباك في مكسيكو
يبقى تحاول تعمل الفي ار مس للساين والكوساين هيطلع بزيرو والساين سكوير والكوساين سكوير يطلع بكام؟ بهاف جربها كده ب 30 طيب بكام؟ 620 مللي
الزنجر ميتريك. والاكس ان هي ايه؟ اوميجا ايه؟ تعدد الاوميجا تعرف تجيب. صعبه المسألة دي؟ نمبر 3 ماينس ليه؟ وجود الكوين
بيخلي الجولد زاد الكام او بيخلي الكام متاخر عن الجولد متاخر عنه قد كام؟ فار فايت بيساوي تم الاسوان اكس ال اوفر ار يعني تم الاسوان اوميجا ال ار يعني ممكن اشيل فار حطها كام ايه؟ ما ينفعش اسيبها فايت كده لازم اسيب اكتبها بدلاله الرموز المذكوره في راس المساله الجذب التربيعي او التربيع زائد اكس ال تربيع ماشي انا عاملها على نفس الرقم يبقى الجذب التربيعي ار تربيع زائد اكس ال هي اوميجا تربيع سيبها كده لازم الريزلت انا عايز تجاوب حاجه سيمبل وانا معاكم بس هو كده انا المساله دي بتتكلم عشان حضرتك فبتبقى بدلاله الرموز المذكوره في راس المساله نمبر دي A B C D after switch to is odd open the gun and the voltage are in phase find the capacitance C بعد ما فتح switch الثاني capacitance ده هنعمل قال لك رجع الفولت والجن in phase بداية resonance بداية resonance هات لي بقى قيمة ال C انا عارف ان الاوميجا بتساوي ايه؟ بس عايز الاوميجا بتساوي الاوميجا نوت اللي هي 1 على نور تاني سي عايز السي يعني على طبعا الرقم كذا يبقى السي بتساوي كام؟ 1 على اوميجا طبعا الاوميجا نوت بتساوي تربيع سي 1 على اوميجا تربيع It then finds the frequency that makes the inductive reactance one half the capacitive reactance. Find the key of the frequency in the hand. The reactance of the coil, not the reactance of the capacitance. Come on, number one. Number sorry, number F this. F, now the frequency of the voltage source is double. غير الفريكونسي بتاع الصوت. بدل بلد او اوميجا بقى اتنين اوميجا مش هتصير صوت بقى لو ليه صوت كتير خلاص اقطع كده فريكونسي بتاع السورس بقى دبل يبقى هات نسبة الريسونس خرجنا بره الريسونس فريكونسي بتاع السورس بقى دبل يعني خرجنا بره الريسونس فايند ذا فيز ديفرنس بتوين ذا كارت اند ذا فولت عايز الفيس ديفرنس بين كام فوتوش اللي عايز مين؟ فاي نعملها ازاي؟ دلوقتي اوميجا الجديدة اوميجا داش اللي هي اوميجا الجديدة تساوي 2 اوميجا تمام يا جماعة بنشتغل مسألة رموز يعني كما لو كانت اوميجا ب 500 يبقى اوميجا الجديدة ب 1000 اوكي؟ هات لي بقى الفاي الجديدة تان فاي بتساوي اكس ال ماينس اكس سي على ار اكس ال بتساوي ايه؟ اكس ال بتساوي ايه؟ اوميجا داش ال اوميجا داش ال يا جماعه اوميجا ال واكس سي واحد على اوميجا داش سي يعني واحد على اثنين اوميجا سي عايز تشيل السي تحط الكلام ده ماشي عايز تسيب كده ماشي اخر حاجه فايند ذا فريكونسي ذات ميكس اند دوت رياكت اخر فقره مالهاش دعوه بالمساله خالص اخر فقره دي مالهاش دعوه بالمساله خالص هات لي الفريكونسي اللي عنده الاندكتيف رياكتنس نص الكباستيف رياكتنس يبقى الاكس ال بتساوي نص الاكس اخر واحده دي مالهاش دعوه بالمساله يعني حتى لو واحده ماشيه ولا واحده فوق اخر واحده انا هو بيقول لك اكس ال بتساوي نص اكس سي اكس ال اللي هو ايه؟ انت عارف مين هو اللي بيعمل؟ هو اللي هو اللي بيعمل
الاطراف واحد على قمه جبهه الدرج سي قمه جبهه الدرج تربيع بيستوي واحد على اثنين ال سي يعني قمه جبهه الدرج بيستوي واحد على روت اثنين قمه جبهه الدرج مش فاضي سميها اوميجا 2 اوميجا 3 ده الفريكونسي اللي عنده الاكس ال بتساوي نص الاكس سي. اخر مساله انت واحد صفر بس كده تمام على فكره ايوه والله احنا بنتفق في مطعم المصباح ايه؟ مطعم المصباح مش عارف الجوهره هنا ظهور قليله انا كنت 14 At what average
average rate is energy delivered. هو rate of energy. باور. يبقى مش شرط يطلب منك يقولها لك باور دايت. ممكن يطلب منك الاكتف باور. ممكن يطلب منك الاكتف باور. ممكن يطلب منك الافريج باور. ممكن يقول لك الافريج ريت اوف انرجي. نفس الستيتمنت او نفس الريكواير بكذا طريقه. من الاخر عايز الايه؟ الباور. الباور هتساوي الباور تساوي يا اما اي ار ميس في ار ميس كوزاين فاي او انا اوريدي عندي الماكسيموم بس مش هعرف اسوي بص اي ماكسيموم اي ماكسيموم بكام؟ 1.2 في ماكسيموم 75 اخر حاجه why don't you need to know the angular frequency omega to answer all these questions مش انسى في البنش الاخير خليك معايا ليه ما احتجتش الاوميجا في كل الريكوايرز اللي فاتت لان كانت كلها بتعتمد على ايه على الفاي ولا تعتمد على الاوميجا كورسات طيبين يا جماعه عايز اقول بس ملحوظه اخيره في الامتحان فاينل يا ريت كل واحد يلتزم بمكان الاجابه يعني السؤال الاول نلتزم في مكان الاجابه في كراسه الاجابه في السؤال الاول لو المكان ما كفاش بنكتب باقي اجابه السؤال الاول بس في الصفحه رقم 9 ليه؟ لان كل دكتور بيصحح السؤال يعني انا لو بصحح السؤال الخامس بفتح على بيج 5 ما لقيتش السؤال بقفل الكراسه تاني فكل واحد يلتزم بإجابة السؤال